كان ناقصني. احتجاج على ايش احكوا؟ بدنا ناكل جدو، متنا من الجوع. طيب معكم حق، بكتب هالصفحتين لك جدو وبعدين بنبحث مع موضوع الغداء. بدنا ناكل. بس رح انطريش، عندي مرت حمله. يلا قوموا لاعمل كل اللي بتاكلوها. يلا قوموا معي المطبخ. خلينا هون جدو، قوموا قدامي اضمن. يلا يلا لشوف. يلا كان ناقصني ولاد صغار، حضرته بياخذهم على المدرسة الصبح وبرجعهم الظهر. هذا وش الضيف؟ خذ جدي. أعطونا الملح. مشان ما اتخربط يا جدو، إذا ما عملت هيك بحط الملح بالشاي والسكر بالطبخة وهيك بقدر أوصل للغرض اللي بدي إياه بسرعة. واحد اثنين. لك شو هاي؟ عاملين الغرفة ملعب جمباز يا جدو. يلا نام. يلا حبيبي يلا نام. لشو نام؟ صباح الخير يا جدو. صحيح هذا كان سخط أبي هو صغير؟ إيه والله صحيح يا جدو. كمان عمي سلوى كانت تنام هون؟ مزبوط، الله يرجعها على بلدها بالسلامة. شو كانت عم تعمل بالكويت؟ جوزها يا جدو عم يشتغل هنيك. عندهم أولاد؟ إيه ولدين. الكبير أكبر من أيمن بسنة، والصغير أصغر منك بسنة. عايشين مع أمهم وأبوهم سوا؟ عم تبكي جدو؟ زعلان منا؟ لا يا جدو، بس أنا عيوني بتدمع لحالها. شو عم تقشر بصل؟ ناموا يا جدو، خلصوني بقى. جدو احكي لنا حكايات. أنا ما بعرف حكايات يا جدو. كل هالكتابة اللي عم تكتبها وما عندك حكاية واحدة؟ أنا يا جدو عم أحقق ببعض الكتب القديمة. شو يعني؟ يعني عم أنقحها وبسطها وأتأكد من صحتها وشغلات تانية. احكي شي منها. طيب حاضر. الكتاب اللي عم أشتغل فيه عنوانه ارتياد الطرب في فن العرب، وكاتب هذا الكتاب هو العلامة أبو ياقوت ابن محمود ابن سعيد أبو زيد ابن إسماعيل أبو حنظلة ابن قصي أبوه. شي جميل. ناموا من اسم المؤلف وبس. هلأ صرت بقدر نيمه لقيمت ما بدي. شو بابا؟ مرتاحين عن جدو؟ كتير. بابا عليكم. أهلين يا جدو. يسلم ايديك بابا. عنك بابا، معلش شكلي. يسلم ايديك بابا. تدياتك. شبك الشاي مو ظابط؟ لا الشاي مزبوط مزبوط تمام. بابا بلا ما تشرب شاي. ليش؟ يعني شاي ممكن يخلي ضغطك يرتفع. انا ضغطي كان طبيعي بس من اسبوعين ارتفع مو من الشاي. تعال هون شوف.
مين لعب العلبة؟ هذا أيمن بدل علبة السكر وحط فيها ملح. لك معقول أنت في معقول؟ سليم خذ أولادك وحل عني. بابا بابا أرجوك أرجوك طول بالك يا بابا طول بالك. أولادك ما بينحملوا يا سليم. أنا رجال كبير خدهم وتركني بحالي. بكفي تحملتك أنت ومرتك كمان بتحمل أولادك كمان. ما حل ارتاح بقى. يا بابا أنت مالك عارفان شو القصة؟ أنا ما فيني أخده. يا بابا لأنه يمنى وأيمن يمنى وأيمن بحضرتك بحكم المحكمة. نعم يعني لو أخذتهم أكيد رح يرجعوا لأمن أو لستهم. يا حلو شي حلو والله. شوف أنا ما عاد أتحمل. أنا راسي ما رح يطلع راسي. طيب شو بدي أتحمل فيهم لهلا؟ يا بابا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأولاد مو ناقصهم شنططة. حرام. خلي لي اياك يا بابا. كم كيلو لحمة بدك؟ هات 5 كيلو. هاي 5 كيلو. هاتي حقه 5 جرام. كم كيلو سكر بدك؟ هات 4 كيلو. خدي 10 احسن. هات 15. خدي هاي 15. هدول 15 كيلو يا غشاش؟ ايه ما انا شايف فيهم. ها وهي كيلو. حلت البركه. شو هاد؟ عاملين من كتفي سلاح تموينية. شقة عمري صار سكر ورز بسين. بدي كسر راسك وراسها. واقف واقف عندك انت وياها. عم اقول لك جدن هو اللي ما قدر يتحملهم. جاب لي اياهم على البيت وسلمني اياهم باليد. بس المحكمة حكمت انه يكونوا بحضانة جدهم وانت مالك حق تخليهم عندك ولا يوم. ايه مزبوط مالي حق بس بعد كام يوم رح يصير الي حق. خدي حبيبي. خد حبيبي. شكرا خالي منى. مبسوطين؟ نحن بنحب نجي لعندك دائما. مشان البسكوت؟ لا لانه بنحبك. وهلا كيف بدك ترجعيهم؟ كانك ما سمعتيني. عم اقول لك جدا هو اللي تخلى عن حضانتهم وهو اللي جاب لي اياهم وقال لي الاولاد لازم يضلوا مع امهم. بس الاولاد قانونيا عن جدهم. وقانونيا رح يصيروا معي. بس انت قانونيا غير اهل للحضانه لانك مشغوله عنهم ولا نسيتي؟ لا ما نسيت. بس انا رح استقيل واتفرغ للاولاد بالكامل. بدك تتركي الشغل؟ ايه بتركهم منشان اولادي. بكفيهم شنطتها. ومنين بدك تعيشي؟ من النفقه. ايه ما بكفي. الماما رح تساعدني. الو شو؟ ايه نحن جايين حالا. لحقي ولادك صاروا بغرفة المدير العام. شو عم تحكي؟ لك يا ريت هيك وبس. قال قلبينه فوقاني تحت عني. هاي الولاد رجعوا لي لشوف شو بدك تساوي. ما رح ساوي. هلا ما كان احسن انك توفر المصاري اللي صرفتهم على المحاكم؟ بس وينك لا تفرح كثير. بعد سنه رح اخذ ايمن وبعد سنتين رح اخذ اخته. ايه لنشوف. يلا ماما. ايمن يمنى سليم رجع الاولاد احسن لك. ها الاولاد كانوا معي وانا واقف جنبك. الاولاد كانوا معي. انت اكيد اللي خطفتهم. انا بدي اخطفهم. كيف بدي اخطفهم؟ لاجلني كيف بدي اخطفهم لانه واقفين معي؟ تعال يمنى تعال ندور عليهم. ايمن
الو الو سحر سليم سليم لقيت له لهب؟ لا لسه ما لقيته بس طمني بس يلاقوهم راح يخبروني الشرطة عم تدور عليهم الو الو سحر شو صار؟ يا ربي وين اختفى؟ طمنوا حبيباتي ما رح رجعكم لا لعند ماما ولا لعند البابا إذا رجعتينا رح نهرب بس هدول ماما وبابا بابا وماما فكروا حالهم وبس نحنا تعبنا لسه من بيت لبيت ما بدنا حدا لا بابا ولا ماما ولا تيتا ولا جدة معكن حق انتو وحدكن اللي خسرتوا وحدكن دفعتوا الثمن والله مساكين بقى هي هي قصة أيمن ويمنى مثل ما راوتها منى رفيقة أمهم شو رأيك؟ أضرب عليهم شو تعذبوا هي هي نتيجة الطلاق الخاسر الوحيد فيها الأولاد هلأ منى بدها حل المشكلة بدها تعرف لمين ترجع الأولاد لأمهم ولا لأبوهم فعلا هاي مشكلة لازم ترجعهم لواحد منهم لا عمو شو رأيك؟ بعدين بعدين طيب والحل؟ منى منى لازم تتدخل لازم تزور أمهن ومعي الولاد؟ أنا فعلاً كنت هيك مفكرة أعمل لا 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 بالأول بتزوريهم لحالك بس سحر هلأ أبصر كيف حالتها أنا حكيت معها اليوم ما قدرت كمل المكالمة كانت طول الوقت عم تبكي خليها تبكي الله لا يقيمها خليها تحس إنه هي وجوزها سليم ارتكبوا غلطة كبيرة بحق الأولاد معك حق مشاكلهم كان ممكن تنحل بس هن الاثنين راسهم يابس وعنيد إذن بتزوريها تخليها تحس انه كانت غلطانة وبعدين؟ بعدين؟ بعدين منشوف شو بده يصير كيفك سحر؟ الحمد لله سحر شو صار بالولاد؟ لقيتوهم؟ الشرطة عم تدور عليهم الولاد ضاعوا يا منى ايمن ويمنى ضاع طولي بالك طولي بالك باذن الله رح تلاقيهم ابوهم هو السبب هو اللي شنطته من محل لمحل هو اللي خلاهم يهجوا ويهربوا من البيت ها وانتي مانك مسؤوله عن شيء انا عم افني حالي مشان سعادتهم ايه بس لا تنسي انه انتي كمان كان همك الوحيد انه ما ياخذ الاولاد منك لاني بحبهم يا منى لاني ما بقدر اعيش بلاهم ولا دقيقه واحده انت ما عم تحسي فيني انا امهم ايه وهو ابوهم ومن حقه انه ما يفترق عنهم ولا لحظه منى بترجاكي بكفيني اللي انا فيه هلا هذا اللي طلع معك القيتي بكل المسؤوليه بضياع الاولاد على ابوهم وارتحتي وعم تبكي كمان سحر انا ماشيه بس في كلمتين بدي اقول لك اياهم الولاد رح يلتقوا بس انتي وابوهم رح تضيعوهم من جديد بتعرفي ليش لانه هن من الاصل ضايعين من يوم اللي اتطلقتوا فيه منى خلاص عظيم جدا انتي عملتي اللي عليكي واكثر والولاد خليهم عندي لازم هلأ سحر وسليم يتمرمروا مثل ما مرمروهن يشربوا من نفس الإناء هلأ خليني مع سليم أهلا
طبعا شاعر بغلطك وخجلان من نفسك. تسمح لي اقعد، انا تعبت من المشاوير للمشافي للمخافي طول النهار ومعظم الليل، بدي ارتاح. ولو انك ما بتستاهل بس عود اشوف. شكرا. تعبان مشاوير مو هيك؟ ضياع اولادك صار يجرجرك من مغفر لمغفر ومن مستشفى لمستشفى. الله لا يقيمك. ما بدك الحقيقه؟ انا شمتان فيك. انت ياما جرجرت اولادك من محكمه لمحكمه ومن محامي لمحامي ومن بيت ستهم لبيت جدهم. انا فعلا بستحق كل اللي عم تقوله. واكثر. معك حق. ولك الطلاق الله سبحانه وتعالى حلله اذا ما عاد في حل، يعني اذا صارت الحياه الزوجيه مستحيله، مو اذا ما في ملح بالطبخه بتقلها لمرتك روحي انت طارق. سبني انا عم برتاح لما عم بتسبني، وبخني اكثر واكثر. لك الواحد اذا فيه بده يدفع عنه بالقهوه بيقول له لا علي الطلاق ما تدفع انا بدفع، واذا فيه غرمه بالطاوله بيقول له علي الطلاق اخذتها بالغش، واذا واذا واذا. لك يا ابني الشيء مو بكبر الشوارب وبرمي الطلاق على الطلعة والنازلة. الرجل الحقيقي هو اللي بيقدر المسؤولية وبيعرف كيف يشيلها. ارحموني بقى. ارحمني يا اخي ارحمني. ايمن يمنى هن كل حياتي. وإذا ضلوا ضايعين رح سوح بالطرقات. رح ضيع مثلهم أنا كمان، رح ضيع. هلا إجا دورك. بعتقد إنه هن الاثنين شعروا بغلطهم. ولازم يجتمعوا بالولاد. برجعهم لعند سحر ولا لعند سليم؟ لا لعنده ولا لعندها. ما فهمت عليك، لكن كيف بدهم ياخذوا الولاد؟ بيجوا بياخذوهم من عندك. إذا هن الاثنين شعروا بغلطهم وعرفوا إنه هذا الشيء ما بيصير، بدهم يجوا لعندك وياخذوهم من بيتك لبيتهم اللي عايشين فيه مع بعض. أنا لهلا ماني عارفان شو سبب هالإجتماع. يا سيدي منى، ما قلتي انه الاولاد التقوا؟ الاولاد موجودين عندي. اذا سلموني اياهم، انا ابوه. لا، ما حدا رح ياخذهم غيري. انا عندي حكم من المحكمه بانه الاولاد من حقي. يا جماعه طولوا بالكم، هيك ما رح نوصل لاتفاق. انا ماني جاي اتفق مع حدا، انا جاي اخذ الاولاد وامشي. وانا كمان جاي اخذ الاولاد وامشي. ما حدا رح ياخذهم غيري. رح تاخذهم بالقوه؟ انا ما رح فرط بالاولاد بعد هلا. ما بدي اياهم يضيعوا مره ثانيه. وانا هلا رح اتصل بالشرطه واخذهم بحكم القانون. يا سلام، وهيك منكون راعينا الاولاد وحافظنا عليهم، ما هيك؟ ما فكرتوا بالولاد وتاثير هالشي عليهم؟ بيأسفني انه قلكن انه الولاد ما بدهم لا ابوهم ولا امهم. انت شو عم تحكي؟ الولاد ما بدهم يعني؟ مو صحيح هذا الحكي، مو صحيح ابدا. للاسف هاي هي الحقيقه. ايمن ويمنى اجوا لعندي، لجأوا لبيتي، ما عاد بدهم يقعدوا عندكن. أنا بصراحة ما عرفت شو بدي أتصرف. طيب شو الحل؟ الحل بيدكم أنتو. أنتو اللي لازم تجاوبوا على هالسؤال. أنا سؤال؟ السؤال اللي لازم توجهوه لنفسكم ولضميركم. وكل واحد بيقع بنفس الورطة لازم يوجهه لنفسه ولضميره. أنا ولا أولادي؟ مين بحب أكثر؟ نفسي وأنانيتي ولا أولادي؟ أستاذ وصفي، أستاذ وصفي، نحن بورطة يا أستاذ وصفي. المشهد الأخير ضاع. كيف ضاع؟ ما بنقدر نختم الحلقة بدون المشهد الأخير. كيف ضاع؟ كل النسخ والأشرطة ضاعوا وما بعرف مين أخذهم. أنا كمشت الأولاد وهن عم يسرقوا الأشرطة والنسخ. بقدر أعرف ليش سرقتوهم؟ بكوا. لأن النهاية ماني موافق عليها، ما بدي أعيش أنا وأختي مع عمي وأبي. شي حلو والله، جبتك لتمثل رح تعمل علي مخرج. أنا ما بقدر أغير النهاية إلا إذا وافق الأستاذ وصفي المؤلف. طول بالك، طول بالك. حاضر. بصفتي كاتب وعندي خبرة ممكن نغير النهاية. طالما هن هيك بدهم، ليش لا؟ لا، بترجاك ما تغيرها. شو قلتوا حبيباتي؟ نرجع لهم، بس على شرط يعقلوا بقى وحاجتنا شنطتها.